مروة جميل مبروك، اصرارك وعزيمتك وعدم التفاتك للكلام ده انا عارفه، لكن انا عايزك تكلمني على ازاي قدرت تستعيد قوتك بشكل كبير جدا في وقت قليل، باين من اول دقيقه مروان نازل جري في كل حته، حماس جديه، وربنا كرمك واحرزت هدف. مبروك يا مروان. انت عارف الحمد لله مبروك على المكسب النهارده، وببارك لزمايلي والجهاز الفني. طبيعي بتبقى في زعل، بس الحمد لله انا قدرت الفتره اللي فاتت دي اخرج نفسي بسرعه، ما التفتش لاي حاجه، لان احنا بنلعب في نادي الاهلي ونادي كبير، ولازم شخصيه اللعيبه دلوقتي تبان في المواقف دي. الحمد لله وانا على قد المسؤوليه، الحمد لله مش هلتفت لاي حاجه بتتقال، انا مركز مع الجهاز الفني وفي النادي، اهم حاجه نفرح الجمهور ده الحمد لله. مروان، يمكن الفتره اللي جايه فتره صعبه، فتره مهمه وفي تلاحم كبير جدا للمباريات، شايف الفتره اللي جايه ازاي؟ يمكن بكلم كابتن سيد قال محتاجين نقعد مع بعض ومحتاجين جلسات كتير ومحتاجين اللعيبه ترجع ثقتها من جديد مره ثانيه. احنا كلنا بنقعد مع بعض على طول، كل يوم بنقعد مع بعض نتكلم، واللعيبه كلها مركزه، بيبقى في سوء توفيق معانا. الماتشات طبعا مع ضغط الماتشات ان شاء الله الفرقه كلها هتيجي ونرجع مستوانا الطبيعي، لكن احنا كل يوم بنتكلم مركزين سيد ان شاء الله نجيب الدوري وافريقيا، يعني ان شاء الله مركزين على كده يعني. حبيبي مبروك علينا كلنا، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره. حبيبي مبروك من جديد للشناوي مروان محسن، كل نجوم النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني. مباراه كانت صعبه النهارده، لكن الحمد لله رب العالمين قدر النادي الاهلي يحصل على 3 نقاط، هو ده كان الهدف يا كابتن ايمن النهارده. مباراه عدت خلاص، النادي الاهلي يستعد بكل جديه الفتره اللي جايه، ويستعد ان شاء الله لمباراه المصري.